السلام عليكم. الوغ اليوم في الصباح مع شي 9:30 دونك حلينا المحل. دونك بان لينا العافيه خارجه من واحد البوله ديال الضو الفوق. طلعنا كنجريو طلعنا للفوق لاكور الفوق، فلقينا العافيه جايه من لاكور ديال الفوقاني، من سي ديكلونشي و سي بروباجي من الضو مع الخيوط ديال الضو، ودرنا لي زيكستانكتور حاولنا نطفيوها بجميع الوسائل اللي كتوفر بها لي زيكستانكتور وداكشي. ساعه سرح هذاك الضو في الخيوط ديال الضو ديال الشركه وشعلات في الكارتون، وكانت الامر صعيب باش نقدروا نتغلبوا عليها. ودونك عيطنا لي بومبي وعيطنا للرجال الامن، والحمد لله كان تدخل ناجح وحاولوا ينقذوا ما يمكن انقاذه، والحمد لله ما كانش اضرار يعني انسانيه ولا دونك الحمد لله كان اضرار ديال السلعه وهادشي اللي كتاب في هذا الصباح هذا. الوغ الشركه ديالنا كدير لي برودوي ديال الميديكال، وكنبيعوا واحد العدد ديال لي زارتيكل اورتوبيديك و الى اخره، وعندنا ماكينات اللي هما كيخدموا باش كنصوبوا الاكسجين، يعني ماكينه صغيره جينيراتور اللي كديرها في الضو عاد كتعطي الاكسجين للمرضى وداك الشيء. دونك ما كانش الحمد لله حتى شي حاجه، ما عندنا حتى شي حاجه الحمد لله، لا دي برودوي انفلامابل ولا قراعي ولا حتى شي حاجه الحمد لله. داك الشيء علاش زعما الامور كانت الحمد لله التدخل ديال لي بومبي كانت في محلها، ودغيا تغلبوا على الامر، يعني كان العافيه شاعله في الكراتن بما انه عندنا حنا لي برودوي دي زارتيكل في الكراتن فقط. وشكرا. السلام عليكم. حنا ميدو اكسجين، لقينا النار وقع لنا واحد الحريق في المحل ديالنا، والحمد لله كل شيء ما كان حتى شي حاجه اللي هي خطيره، يعني مسائل عاديه. هذا المشكل ديالنا هو انه حلينا مع 9:30 ديال الصباح كما العاده، حلينا المحل ديالنا، توكلنا على الله بدينا خدامين. بعد 10 دقائق تقريبا لاحظنا مس كهربائي في المحل، وناضت عافيه حريق، يعني اضطرينا باش نستعملوا الوسائل ديالنا اللي كانت عندنا موجوده بالمحل. الاكستنكتور ديالنا استعملنا ثلاثه ديال الاكستنكتور وما داروا والو، بما ان عندنا مواد يعني بالكرتون هذا، والحمد لله ما عندنا حتى شي حاجه، حتى شي خسائر ماديه، ما عندنا لا قراعي لا حتى شي حاجه، ما وقع لا انفجار لا حتى اي حاجه، حتى شي واحد ما تقاس الحمد لله، الا البضاعه اللي كانت، لان البضاعه كلها موجوده في ستوك، وذاك ستوك يحتوي على الكرتون من طبيعه الحال، ولي ساشي عاوتاني بلاستيك ديال لومبالاج، ولهذا شدت شويه ديال العافيه، والحمد لله ما وقع حتى شي حاجه الحمد لله، الا الضياع ديال البضاعه.